حضرتك ميوت يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كده سامعيني يا شباب؟ يا شباب. يا دكتور تمام. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب احنا الاول صباح الخير جميعا، وان شاء الله تعالى تكون محاضرة طيبة، والمحاضرات اللي قبل كده تكونوا رجعتوا عليها والامور ماشية، ما فيش عندنا مشكلة ان شاء الله تعالى. حد يقول لي احنا وقفنا حد فين المرة اللي فاتت؟ if you remember. يا شباب، من اللي بيقروا المحاضرة قبل ما ييجوا ياخدوا المحاضرة اللي بعدها. المفروض انا ابتدي في التوك يا دكتور. ممتاز. طيب يبقى احنا طبعا الحاجات اللي انا بحب اسلط الضوء دايما عليها اللي هو الفكرة بتاعت الكومباريزون ما بين الترانسفورمر والاندكشن موتور. زي ما اتفقنا ان نظرية الاداء واحدة، ولكن هناك اختلافات يجب ان احنا كلنا نكون عارفين الاختلافات دي. دي نوليدج واحد الاوتبوت بتاعت هذا الكورس، ان هو يفهمك يقولك انت خدت كذا فاكر، او تقول له اه انا خدت الترانسفورم، يقولك طب خلي بالك احنا زيه، بس احنا في اختلافات ما بيننا وما بينه في الاشياء الفلانية. انا طبعا اتكلمت في الموضوع ده المره اللي فاتت، وارجو ان احنا نكون يعني راجعنا لحدها كويس. طبعا بيزد اون ذات احنا قدرنا ان احنا نعمل ايكوفالنت سيركت للاندكشن ماشين، وعملنا لها ريفير للبرايمري سايد وير المهندس بتاعنا استاند في المكان ده، واتفقنا ليه احنا ما بنعملش ريفير على السكندري سايد. ماشي، لان دايما الريفير زي ما انت اخدت في الترانسفورمر بتبقى للمهندس اللي هو هيشوف. السكندري سايد عندنا شورتد، لكن البرايمري سايد المهندس واقف عنده، هو اللي بيعمل التغذيه او هو اللي بيعمل كونكشن للايه للسبلاي. قدرنا ان احنا ندخل ونشوف حتى البار فلو دايجرام ده، جاست كان مجرد ريفيجن بس سريع كده. وبعدين البار فلو دايجرام ده جميل، واتفقنا على النقاط أساسية فيه اللي هو يعني زي مثلا المرة اللي فاتت وانا بتكلم قلت لك البي كور دي، المصنع لما بيجي يعمل تيست على الآلة قبل ما يخرجها للنور وقبل ما يخرجها ويبيعها بيعمل تيست، لسوء الحظ انه البي كور ده اللي هي كمية الطاقة او الباور سوري اللي هي بتضيع في الحديد بتاع المكنة بيبقى دايما جاي في نتيجة التست، بيبقى جاي مع مين؟ الميكانيكال او الفراكشن وايندج. لدرجة ان احنا شفنا المرة اللي فاتت انه في بعض ان في مسألة مثلا ما اتكلمش، مسألة دانا التفاصيل دي يعني بكل تفاصيلها، ومسألة تانية قال لك خلي بالك بقى ان الفراكشن والوايندج هيبقى لامبد مع البي اي البي كور. فwe expect that all the time. احنا يهمنا دايما ان احنا نكون عارفين الباور انبوت قد ايه، ويكون عارفين الاوتبوت باور قد ايه، ومنهم هنقدر ان احنا نعرف الافشنسي اللي هو احد الانديسيز بتوع البرفورمانس. ما احنا بنشتغل في الموتور ده هدفنا ان احنا نعرف البرفورمانس انديسيز. احد اهم حاجات للانديسيز بتاع ده هو عبارة عن الايه بتاع الموتور ده تحديدا، هو عبارة عن الافشنسي بتاعته قد ايه. نقطة كانت جميلة قوي لما اتكلمنا فيها، لما هو كان طلع في الايكوفالنت سيركت R2 over S referred للبرايمري سايد او للستيتور سايد اي مين،
واحد جه قال لك انا بقى هعملها فيزيكالي بحيث افهم الناس. هتعمل ايه؟ قال ده انا هقسم الارض 2 اوفر اس دي لحتتين، حته اسمها ار2 ودي تمثل الفيزيكال ريزيستنس بتاعت ملفات الروتر بير فيز ريفيرد للستيتور سايد، والجزء الثاني المكمل للار2 اوفر اس اللي هو ار2 في 1 ناقص اس على اس، ده هيمثل ما يسمى بالميكانيكال سوري بالالكتريكال ايكوفالنت بتاع الميكانيكال لود، ده التعريف الصحيح بتاعه. ماشي، يا اما ان انت تحل تخلي الدائره بتاعتك بالمنظر ده، يا اما ان انت تضمهم على بعض وتكتبهم ار 2 اوفر اس، بس تبقى فاهم ايه التفاصيل بتاعه الار 2 اوفر اس دي. طبعا كميه المعادلات او الحاجات الخيبانه اللي انا شايفها قدام مني على السكرين دي لا تعني شيء بالنسبه لك، ده انت تقدر تكتبها بمنتهى البساطه وتقدر ان انت تعرف كل التفاصيل، من اهمهم على الاطلاق المعادله اللي هي بتقول انه شايف ان البي كونفرتد الباور اللي هي which will be converted from electrical format to mechanical format هتبقى بتساوي 1 ناقص اس في الباور اللي هي عدت الاير جاب من الستيتور في اتجاه الروتور واللي احنا بنسميها البي اير جاب، واللي هي القيمه بتاعتها بجيفن بالمعادله الجميله البسيطه دي. هي تاني نقطه اللي هو الباور اوتبوت هي عباره عن الكونفرتد باور اللي هي الباور اللي استلمها مهندس الميكانيكا زي ما اتفقنا مع بعض، ناقص الباور فراكشن وايندج، وممكن يكون جواها كمان الكور لوسز، ها، زائد الستري لوسز. لو هو ما ادلكش معلومات عن الستري لوسز في المساله احنا بنعتبرها زيرو. لو انت متحفظ وخايف ومهندس واعي، بس طبعا ده في الصناعه يعني ده بره، يعني ممكن ان انت تحطها 1% من الاوفر اول باور كابابيلتي بتاع الموتور بتاعك. النقطه الثانيه اللي انا دايما اركز فيها برضو اللي هي التورك انديوزد اللي هو بتساوي either it can be obtained from two different equations. الايكويشن الاولى ان انا يكون عندي الكونفرتد باور واقسمها على الميكانيكال سبيد ان ميكانيكال راديان بير سكند، اور ان انا اقسم البي اير جاب على الالكتريكال راديان بير سكند اوميجا اس. الشير ده طبعا دي حاجه جوه دماغي وجوه دماغك دلوقتي خلاص، ان الباور اللي بتعدي الاير جاب جزء منها بيروح عشان يحصل له كونفرجن، مقداره كجزء بيساوي 1 ناقص اس من هذه القيمه، والجزء الثاني هو اللي هيضيع في الروتور كابر لوس، والنسب دي قد تساعدك في المسائل وانت ايه وانت بتحل مساله زي دي اخذناها خلاص. هنا كانت المساله واضحه انه مدينا اللوسز والكلام اللي مكتوب دون ماشي، وبعدين قال لي شويه حاجات، قال لك انا عايز الكفاءه عايز الاوتبوت الكلام دون. المساله دي كانت مساله جميله لان دي مساله هي دي اللي كان فيها المشكله اللي انا بقول لكم عليها. هي مش مشكله لان دي حقيقه طبعا بتظهر، بس احنا كمهندسين احنا بنتجاوز بنعمل ابروكسيميشن والحل بتاعنا بيبقى سليم. الكور لوسز اهو از لامبد ويز ذا روتيشنال لوسز، ودي احنا اتفقنا عليها وقدرنا ان احنا نحلها المره اللي فاتت، صح كده يا ابني اللي كان بيرد عليا؟ يا دكتور يعني احنا خلصنا المساله دي مع بعض. اصبح عندنا دلوقتي هنا ده الكلام بقى اللي احنا هنشتغل فيه، ودي بدايه المحاضره بتاعه النهارده ان شاء الله تعالى. السؤال دلوقتي theoretically احنا we have already developed an expression for the torque induced. لما كنا بنتكلم مع بعض عن ال AC machinery fundamentals افكركم ان احنا كنا اثبتنا قانون بيقول ان التورك induced بيساوي constant في البي روتور اللي هو كثافة المجال الدوار بتاع الروتور سايت كروس بي ستيتور اللي هو كروس كثافة المجال الدوار اللي جاي من الستيتور سايت، أو في إحدى الروايات التانية اللي هو كان كي في البي روتور في كروس البي نت اللي هو الريزالتنت روتيتنج فيلد جوه قلب المشين. ده كان إحنا أثبتناه ده،
وده كان يدي فيزيكال مينينج. يعني المعادله دي لما انا بتكلم فيها معاك او انت بتتكلم فيها مع اي بني ادم في مصنعك في شركتك في جنبك في طالب زميلك بتقول له هو ايه الفيزيكال مينينج، ان احنا عندنا انتر اكشن، التورك دون بيبقى ديفلوبد ديو تو ذا انتر اكشن بتوين تو ديفرنت روتاتينج فيلد. السؤال اللي انا هجاوب عليه دلوقتي وانت معايا وهتشوفه جميل للغايه هو is it possible to find an expression to calculate numerically the torque والpower جوه قلب ال induction machine دهيا؟ فالإجابة هتكون كالآتي. واحد فكر قال طيب احنا هنبدأ من الإكوفلنت سيركت. رقم واحد الار اللي كانت هنا واللي احنا بنسميها الار كور دي هتنضم لمين يا شباب؟ خلاص بقى خدها بقاعده، الار اللي كانت في الحته دي هي اللي هي كانت شانت على الاكس ام دي كانت بتمثل اللوسز اللي بتحصل في الحديد، دي احنا هنضمها بشكل اوتوماتيك على مين؟ على الفراكشن والوايندج لوسز. فيبقى الدايره بتاعتي اهي، الدايره بتاعتي دي احنا هنبدا ندرسها مع بعض. فواحد قال طيب انا يا جماعه عارف نظريه اسمها سيفيننس، النظريه بتاعت سيفيننس دي بتقول ان انت ممكن تبص للدايره from any location وتقدر ان انت تعمل لها to simplify it تختصرها يعني الى equivalent voltage source مكون من فولت اسمه V7 in series with an impedance اسمها Z7 مكوناتها R7 plus JX7. انا الحقيقه لما كنت بدرس دوائر وقعدت ادرس دوائر كتير قوي قوي كنت ادي الدايره دي للطلبه اقول لهم حلوها في الامتحان، هو ما يعرفش ان دي دايره اندكشن موتور اصلا وهو شغال بيحل، بس بيحل بالمعلومات بالنوليدج اللي احنا اديناها له ازاي يو انالايز اي دايره. وبعدين ساعات لما كنا ناخد بقى السيفيننس اودي الطالب سيفيننس اقول له طيب تعالى نحل الدايره دي بس هنحلها بسيفيننس، يقوم يقول لي هعمل ايه؟ اقول له طيب سهله، تعالى اقف ما بين النقطه A و B and look to the left، ماشي بص كده على الشمال كده look at the left وشوف ايه الايكوفالنت. يقوم بيقول لي ده الايكوفالنت، انا ممكن اشيل لك كل القصه اللي على الشمال ده واحط مطرحها ها V7 زائد JX زائد R Z7 مكونه من R7 زائد JX7، اقول له تقدر تجيبهم؟ يقول لي ده هي دي اللي احنا اتعلمناها، اقول له طب كويس قوي. الراجل ده عمل كده، راح جاي قال خلاص الجزء اللي على الشمال ده انا هشيله واحط مطرحه equivalent voltage source مكون من V7 ها وR7 وJX7 ماشي الكلام طبعا، والباقي هيفضل زي ما هو اللي هو X2 والR2 over S. طبعا واضح ان التيار اللي كان ماشي هنا في الدايرة اللي فاتت كان اسمه I2 هو اللي هيفضل ماشي زي ما هو اهون اسمه I2. طيب الدايرة دي simplified الدايرة دي simplified. السؤال ليك انت دلوقتي، هل انت تقدر تجيب ال R7 وال X7 وال V7؟ شور دي اسهل حاجة ماشي الكلام. فهو عمل كده هنا في المعادلات اللي تحت اللي انا مش هقعد اكتب اقراها، يعني ال V7 بتساوي كام حسبها، ال V7 حسبها كماجنتيود لان هو عايزها كماجنتيود ما يهموش الزاوية، لان عادة لما بتكون الدايرة فيها سنجل سورس بنعتبر ان الانجل بتاعت السورس الرئيسي زيرو، فعشان كده هو اهتم بمين يا شباب زي ما انتوا كاتبين او زي ما انا كاتب الماجنتيود بتاع ال V7، وطبعا ده هو الماجنتيود بير فيز عشان كده كاتبه بير فيز، طلع ان هو عباره عن الفولتج بير فيز كماجنتيود مضروب في ام مقسوم على الجذر التربيعي بتاع الحاجات دي. هو عاده بقى بيعمل بعض الابروكسيميشن، انا اي دونت كير ماتش اباوت ات، if you don't know it don't do it، واخد بالك؟ يعني مثلا هنا الاكس ام كبيره قوي عن الاكس 1 يقوم يقول لك ايه يا عم سيبك من الاكس 1، ده نوع من انواع الابروكسيميشن فور 1. ليه انا لما اجتهد كتير في المسائل واحل هتلاقيني عارف الحاجات دي،
ماشي الكلام. لكن اذا كنت مش عارفها خليك في الاكزاكت، مش هياخد حاجه. ده دلوقتي الحسابات دي يعني ربنا يبعدكم عن شر الحسابات اللي احنا كنا بنعملها زمان بالمسطره الحاسبه. انت دلوقتي بايديك في at no time you can calculate v7 and as well as you can calculate r7 plus jx7. هو هنا كاتب لك الابروكسيميشن اهو، كاتب لك الابروكسيميشن اهو، فيقول لك ان يا عمي الحاجات خلي بالك هنا، يعني مثلا الابروكسيميشن بتاع الحته دي هو عملها ازاي؟ اقول لك. راح جاي هنا وقال لك بص الار 1 دي صغيره خالص، يبقى اذا ما هيتبقاش عندي الاكس 1 والاكس ام، الكل تربيع تحت الجذر هي نفسيها، فراح حاططها له وقال خلاص انا هعملها كده وهي دي حقيقه، وراح اعمل عمليه الايه الابروكسيميشن. يو كان دو ذات اف يو لايك، ذير از نو بروبلم. يعني عمل ابروكسيميشن تاني في الاكس 7 سوري في الار 7 نفس الابروكسيميشن اللي فاتت، وعمل ابروكسيميشن تاني في الاكسل. طب اروح انا احفظ الكلام ده؟ لا، there is no need ان احنا نحفظ كلام سهل ان احنا نثبته، والمهندس الحقيقي معاه القلم بتاعه وعقله والورقه بيقعد يكتب فيها وخلاص. طيب سوري، طيب يجي يعمل ايه بقى بعد ما عمل كده؟ قال طيب انا دلوقتي هرجع للدايره بقى اللي انا بسطتها دي وهحسب الاي 2. تحسبه ازاي؟ هو الفي 7 على كل الامبيدنس دي، ماشي اهو راح اسيبها اي 2 بيساوي الفي 7 مقسوم على زد توتال كماجنتيود، ماشي، لان هو بيدور على الماجنتيود، فيطلع هو الايه القيمه اللي موجوده هنا. يجي بقى السؤال هنا عايز اقول لك عليه، انت الحته دي شايف الحته اللي انا واقف عندها دلوقتي دي، ده الجزء اللي ما بين الستيتور سايد والروتور سايد. الباور اللي تعدي من هنا في الحته دي اسمها مين يا شباب؟ اسمها البي اير جاب، زي ما احنا اتفقنا مع بعض. طب الباور دي راح فين؟ راح المقاومه ده. يبقى معنى كده لو انت عايز تجيب الباور اير جاب، فبعد ما تجيب الاي 2 بالسلامه تاخد ماجنتيوده وتربعه وتضربه في الثلاثه وتضربه في الار 2 اوفر اس. This what he did. اهو راح جاي قال بصوا انا هقدر اجيب الباور ده، هو جاب الباور كونفرت بتساوي 3 اي 2 سكوير في الار 2 في 1 ناقص اس اوفر اس. البي كونفرت دي خليك معايا هي بتساوي 1 ناقص اس بي ارجاب، واللي انا قلته لك من لحظات كان البي ارجاب. لكن هو عايز البي ارجاب ولا عايز البي كونفرتد؟ هو عايز البي كونفرتد، لان هي دي اللي بتتحول زي ما قلنا من الشكل الكهربائي، من شكل الطاقه الكهربائي الى شكل طاقه او قوه ميكانيكيه. طيب بعد ما جاب البي كونفرتد اللي هي بتساوي البي ارجاب في 1 ناقص اس، والبي ارجاب انا هقدر اجيبها من المعادله اللي هي الجميله دي، يقدر يطلع التورك انديوزد على ان التورك انديوزد ايذر ان هو بيساوي بي كونفرتد على اوميجا ام زي ما احنا قلنا قبل كده، او ان هو بيساوي البي ارجاب على الاوميجا اس زي برضه ما انا لسه قايل قبل كده. طيب خليك معايا احنا هنواصل في ان احنا نحسب معادله، لان ده كان الاوبجكتيف بتاعنا من البدايه ان احنا نطلع ماثيماتيكال اكسبريشن لمين؟ للتورك انديوزد جوه ايه؟ جوه قلب الماشين دي. فطبعا التورك انديوزد هو بيقول لي انا ممكن بقى اجي في المعادله دي اشيل الاي واكتبها من طالع هي، ويبقى البي كونفرتد دي اروح اسيمها على اوميجا ام، اروح مطلع مين على طول؟ ها خلي بالك ان الاوميجا ام اللي هي 1 ناقص اس في اوميجا اس. اف يو دو سو، اذا عملت كده ودي سهله خالص ان انت تعملها النهارده بعد ما انا اخلص المحاضره ان شاء الله تعالى، لان ده ممكن يجي سؤال في في الامتحان يقول لك develop an expression for the induced torque in the three phase induction motor. يبقى هو يقصد بقى الحتة اللي أنا بقولها دي، تمام؟ فهو عمل كده راح طلع القانون ده. طبعا القانون ده هو دون بس فك الايه التربيع دي. لما فك التربيع دون الـ V7 بقت V7 squared، التلاتة جت جنبها هي،
ال R2 over S مش مربعة ولا حاجة جت في المكان ده، الجذر الأوميجا S نزلت زي ما هي تحت في المقام، وبعدين الجذر التربيعي اللي هو قدامك دون اتربع فتخرج الجذر، فتبقى عندي الكمية دي. ده المعادلة بتاعت مين؟ دي المعادلة بتاعت الانديوزد تورك. المعادلة الجميلة دي الرائعة ده هي فيها كلام فيزيكس كتير هنتكلم فيه طبعا، بس أهم حاجة عندي دلوقتي إن إحنا نبص عليها كده بعين المهندس اللي هو فاهم. فيلاحظ إيه؟ يلاحظ إنه التورك دالة في مجموعة بارامترز، مجموعة بارامترز وفاريبلز. طيب تعالوا نشوف مع بعض إيه هي الفاريبلز وإيه هي البارامترز من فضلك. البارامترز هي الثوابت، الحاجات اللي هي ثابتة في الموتور. طيب زي مين يعني؟ R2 ماشي، زي R7 ماشي، زي الـ X7 ماشي، زي الـ X2 دي ماشي، زي الـ Omega S ودي ثابتة برضو، مش كده اللي إيه؟ الموتور بيطلع معروف الـ Omega S بتاعته. يبقى اللي أنا قلته دول، اللي أنا قلتهم دول، دول عبارة عن parameters ثوابت. طب إيه المتغيرات يا عمي؟ المتغيرات بتاعتي هي الاس، ها الاس، والاس دي لو انت تتذكر انا اتكلمت عنها كتير وهنتكلم عنها برضه بعد شوية صغيرة، واخد بالك، اللي هي اندكس عن السرعة والاوبريتنج بوينت، صح؟ والاوبريتنج بوينت هي السرعة ونقطة التشغيل بتاع الموتور زي ما هنشوف بعد لحظات. والفي 7 بس لو الموتور بتاعي بيشتغل على فولت ثابت يبقى دي ثابتة هي كمان. طب انا طلعت بايه يعني؟ ما انا قاعد عمال افهم في المعادلة، مش هعمل انا عمال احفظ. معنى كده انه التورك انديوزد هو دالة في مجموعة ثوابت ومتغير واحد اللي هو اسمه اس. المتغير اللي اسمه اس ده هو بيحدد اللودينج كونديشن. ليه بقى؟ لان كل ما اللود بتاع المكنه بيتغير كل ما الاس بيتغير. يعني انا في رايي الشخصي لو انا هسمي هقول دون عباره عن لود اندكس. اللود بتاعي لو هي الاس مثلا ب 2% ده لود، طب لو الاس ب 5% ده لود اكتر and so on. يبقى معنى كده انه الداله بتاعتي لو انا اروح لبتاع الرياضه يقول لي ده الواي بتساوي اف اوف اس، اقول له طب والباقي؟ يقول لي ثوابت. اقول له كلامك صح. يقول لي طيب سؤال سيادتك، لو انت خدت المساله رقم 2 اللي فاتت دي اللي هي كان فيها معلومات عن الار والحاجات دي ورحت معوض بيها في المساله اللي قدام منا دي في القانون، يعني هيطلع قانون داله في اس. طيب عندك انت وانتوا اكتر مني واشطر مني في الموضوع ده، اول انت يو كان درو الجراف ده، يعني تقدر ان انت ترسم العلاقه ما بين التورك انديوسد والاس اللي قدامنا دي، ماشي الكلام. هو عمل كده فراح مطلع الرسمه الرائعه ده هي يعني اللي فيها كلام كبير قوي هنتكلم فيه، اللي هو التورك المحور الراسي والاس او الان، ما هي واحده ولا ايه؟ ولا انا غلطان؟ الاس خليك معايا تاني كده، الاس اللي هي السلاب والان ام هي السبيد، والاثنين واحد ريليتد تو ايتش اذر، صح كده ولا؟ لانه ان ام بتساوي واحد ناقص اس في ان اس. يعني لو انا قلت لك اس يبقى انت عرفت ان ام ولا ما عرفتهاش؟ عرفتها. فعشان كده الراجل الطيب ده عمل ايه؟ راح مدرج المحور الأفقي من خلال N، فبدأ من الزيرو وفضل ماشي 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 لحد أقصى سرعة ممكن نوصل لها، وإحنا في الحقيقة مش هنقدر، اللي هي اسمها NS اللي أنا واقف عندها دلوقتي. كان ممكن يدرجها بدلالة الS، يقوم يبدأ من واحد في المكان ده هو، صح؟ حيث المكنة واقفة ويفضل ماشي الS عمالة بتقل gradually until it reaches zero في اللوكيشن ده، صح؟ يعني المحور الأفقي ده ممكن ان هو يدرك، ممكن ان هو يتحط له مقياسين، مقياس السرعة بالار بي ام
او بالراديان بير سكند ميكانيكال طبعا راديان بير سكند، او ان هو يتعرف من خلال مين الاس. فطبعا ناس كتيره بتحب تبدا من الزيرو، فعشان كده هو بدا من الزيرو وقال لك ان ما تفرقش معايا، لان البديل ان انا ابدا من واحد وامشي كده تبقى انت زهقان. انا بدات من واحد وعمال اقل، فطبعا ده محدش متعود على العمليه دي. المهم، وده التورك اللي هو induced بالنيوتن متر، او sometimes we get it in بريونت or in percentage، فهو عامله بالمنظر ده. طب ايه اللي انت ملاحظه قبل ما ناخد بقى معلومات كثيره عنه؟ انه الموتور ده الجميل ده، طب قبل ما اقول دي بالله عليكم معلش هقول حاجه تانية، الخط المنقط الافقي ده هو اللود تورك، يعني ده حمل الشغله الميكانيكيه، حمل الحاجه اللي هتركب على الموتور ده. طبعا لو كنت قدامكم فيس تو فيس كنت هتكلم كلام احسن من كده الحقيقه. هقول لكم انه التورك ده هو مش بالضروره يكون بالشكل ده، يعني احنا عاملين له، احنا واخدين very simplified mechanical load اللي هو ايه، تورك ثابت ما بيتغيرش، قيمته كام اهو 100% ده اللي هو الريتد، يعني الموتور ده هيشيل 100 نيوتن متر، يبقى التورك ده هيفضل 100 نيوتن متر regardless السرعه بتاعتي. وطبعا الانترسكشن ما بين اللود كاركترستكس اللي هو اللي انا عمال اشاور عليه ده والموتور كاركترستكس هو اللي بيحدد الاوبريتنج بوينت اللي هي النقطه اللي انا وقفت عندها دي. Is that clear for you all please؟ يا دكتور انا فهمت ان الكيرف بيتغير مع الاس، انما حته الفول لود دي اللي ما فهمتهاش اللي هو الفول لود ده يا ابني. بص هقول لك حاجه، احنا عندنا يعني عشان افهمها لك اكتر هروح ايه، هقول لك في المروحه مثلا. المروحه راكب عليها موتور صح ولا لا؟ تمام. المروحه دي تمثل حمل ميكانيكي على هذا الموتور ولا لا؟ كيدو. تمثل حمل. المروحه ده اللي انا كان نفسي اقوله لو انا واقف معاك وقاعد معاك في المحاضره. المروحه التورك بتاعها بيبقى شكله بارابولا، يعني ايه؟ يعني في البدايه الحمل بتاع المروحه يبقى زيرو، وبعدين يقعد يزيد 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 زي ما انا ماشي كده، ها، لحد ما يوصل فين؟ بشكل بارابولا. عارف يعني ايه شكل بارابولا؟ عارف اللي هي بتاعت اكس سكوير. ايوه بالظبط كده، هو فعلا التورك في حاله المروحه بيتناسب مع السرعه تربيع، وساعات بيتناسب مع السرعه تكعيب في بعض الانواع. لكن في بعض الاحمال واللي احنا بنفترضها، طبعا انا ماليش في الحته دي قوي ولا انت، الجماعه بتوع ميكانيكا، هو اللي انا بساله اقول له يا عم الجزء الميكانيكي بتاعك ممكن تقول لي الكاركترستكس بتاعته ايه؟ يقوم هو هنا قال لي ده انا هخليه ايه ثابت. ايه طبيعه الشغله دي؟ انا اي دونت نو، وانت كمان معايا، واحنا وي دونت كير ان احنا نعرف دي. احنا يهمنا ان هو يدينا مين؟ الشكل بس. يقول لي التورك بتاعي اللود بتاعي مخرطه، اقول له طب هات لي الكاركترستكس بتاعتها، يقول لي ده التورك بيثابت، اقول له خلاص انا هحطها لك في الرسمه ثابت، يقول لي ده التورك بتاعي مروحه، اقول له طب ايه شكلها، يقول لي بتتناسب زي ما انت قلت مع السرعه سكوير، اقول له طب خلاص انا هبدا من الزيرو وهرسم التورك بتاعي هيطلع في شكل بارابولا بالمنظر دون، وفي الاخر هينترسكت هيتقاطع مع الميكانيكال ايه، مع الميكانيكال لود. فهمت؟ يعني انت وانا حبيبي، احنا انا وانت وزمايلنا اللي موجودين وزملائك اللي موجودين، احنا لينا في الحته دي بتاعتنا احنا دي، صح كده ولا لا؟ ده بتاع مهندس كهرباء. لكن الحته دي اللي انا رسامها النقاطه دي بتيجي منين؟ مهندس ميكانيك. يعني هديك برضو مثال اكتر عشان اخليك تبقى واعي اكتر. سيادتك وانت في المصنع وان مهندس كهرباء والراجل بتاع ميكانيكا جاي يقول لك انا عندي حاجه عايز اشغلها، تقوم انت ترد عليه تقول له ايه؟ تقول له اول حاجه اديني الكاركترستكس بتاع الحاجه اللي انت هتشغلها دي، هي دي المنقطه دي، شكلها بقى تبقى بارابولا، شكلها منقط، شكلها خط مستقيم، شكلها اللي شكلها انا ماليش علاقه. مين اللي يقول؟ المهندس بتاع ميكانيك.
فانت لما بتاخد الحمل الميكانيكي بتعمل له ايه؟ بتعمل انترفيس على الورق زي ما انا راسم دلوقتي. تقول طب لو انا حطيت مكنة اندكشن هل الموتور ده هيقوم الحمل ده؟ هيقوم الشغلانة دي؟ لو زي ما انا راسم كده دلوقتي الموتور ده اللي بتاعك اللي انا راسمه ده هيقوم الحمل ده. ليه؟ لانه الستارتنج تورك اللي هو القيمة بتاعت الاندكشن الانديوزد تورك في البداية اكبر من اللود، وبالتالي الموتور بتاعك هيقوم غصب عن عينه، وبعدين يجري بسرعة. ها يجري بسرعة، عمال يجري بسرعة هو قدام لحد ما يوصل لقيمة عظمى. دي كاركترستكس، دي صفة فيه، ماشي الكلام. وبعدين يبدأ يقل gradually وهو بيقترب من مين؟ وهو بيقترب من السرعة السينكرونس. واحنا فاهمين فيزيكالي why this happen، ماشي الكلام. وهو بيجري كده هيحمل ايه؟ هيحصل بقى الايه؟ نقطة الاتزان. ايه نقطة الاتزان يا ابني؟ اللي هي الانترسكشن ما بين الكاركترستكس بتاع الحمل الميكانيكي اللي ادهوني مهندس ميكانيكا، والحمل والتورك الكهربائي اللي هو جاي من عند الموتور بتاعي. عند النقطة دي الدنيا تثبت والسرعة تبان، ها، والدنيا والموتور بتاعي يقعد يشتغل وما يبقاش فيه مشكلة. فهمت يا حبيبي؟ تمام، شكرا يا دكتور. عفوا يا ابني، بس طالما ان انت قلت كده اصبح لزاما علي انا كمهندس ان انا اوضح بعض النقاط الاخرى. اولا التورك اللي اترسم ده اسمه الافريج تورك. التورك اللي انا رسمه ده اسمه ايه يا شباب؟ لان دي نقطة مهمة، واخد بالك؟ اسمه الافريج تورك. لكن التورك في الحقيقة بيبقى عبارة عن اوسيلاتوري كده، عمال بيتهز كده زي ما انا عمال ارسم كده. لكن اللي انا رسمته ده هو الافريج بتاع التورك. خلي بالك مني، لانه احنا طبعا بندرس الماشين under steady state condition، يعني وهي شغالة في الأداء الاعتيادي اللي هي اللي ما فيش فيه مشاكل يعني. فعشان كده أنا مش مهم كتير بالإيه باللي بيحصل حوالين ده. أنا مهتم بمين بس؟ أنا مهتم بالأفريج. طيب إيه رأيكم لو إحنا اتعرضنا إلى المين فيتشرز بتاعة هذا التورك؟ تعالوا نشوف كده مع بعض. واحد بيقول لي ايه؟ طبعا دي تحت كومنتس ودي مهمة جدا وساعات بتيجي في الامتحان. بيقول لي ايه؟ The induced torque is zero at synchronous speed discussed earlier. صح، ارجحها تاني، ان التورك بتاعي الالكتروماجنتيك تورك بيساوي زيرو. شايفين الكارسر فين؟ بيساوي زيرو فعلا عندما السرعة بتساوي الـ N synchronous، واحنا اتفقنا ليه. فعشان كده هو قال ان الكلام ده وان discussed earlier. The curve is nearly linear between no load and full load. تعال نشوف كده مع بعض. بص يا شباب، النقطة دي وأرجو ان انت تكون مركز معايا وكل الشباب اللي موجودين يكونوا مركزين معايا بعد اذنكم. النقطة دي بنسميها الفول لود تورك اور الفول لود بوينت. النقطة اللي يكون الموتور بتاعي شغال بالفول لود كونديشن بتاعه. طيب ده عند 100%. الزيرو بقى الخط ده، الخط اللي انا ماشي عليه ده اهو، ده بنسميه النو لود. يعني المسافه من هنا لهنا هي المسافه من النو لود للفول لود. المسافه من النو لود للفول لود، ايه اللي هو قاله بقى تاني؟ بيقول انه المسافه من النو لود للفول لود اللي هو الخط اللي انا راسه عمال امشي عليه، شايفه الخط الجميل اللي انا عمال امشي عليه ده، بيقول almost linear almost line. ماشي، بيقول لي خلي بالك ليه؟ لان ده في المسائل نقدر نعمل approximation يقوم يحل لنا مسائل كتيره جدا بسهوله جدا. تاني بيقول لي ايه تاني؟ اهو بيقول لي the curve is nearly linear between no load and full load condition. ماشي، المعادله linear. In this range the rotor resistance is much greater than the reactance. الR rotor يعني resistance بتاعت الروتر R2 over S is much greater than its reactance اللي هي X2. So the rotor currents
تورك انكريز لينيرلي وذ سلاب. هنبقى نتعرض ليها في المسائل، بس انا عايزك تبقى انت شايفها من دلوقتي انه فعلا على الكيرف ده اللي انا عمال افهمه دلوقتي على الخط على الكاركترستكس دي، انه المسافه ما بين النولود والفول لود المسافه دي تبان لينير. ليه تبان لينير؟ انا هقول تاني، لانه الاس في الحته دي صغيره قوي، مش احنا بدانا من واحد وماشيين نقل 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 نقل، هنا الاس صغيره خالص 2% 5% 1% whatever، فالار 2 اوفر اس تبان كبيره جدا، فده اللي يخلي المعادله بتاعتك تبان كانها لينير. يعني يو كان دو سام ابروكسيميشنز، ها، وبالتالي يبان انه التورك اجينست السرعه يبان ايه، يبان خط مستقيم. بيقول لي there is a maximum possible torque that cannot be exceeded. This torque we call it pull out torque or maximum torque and is usually between 2 and 3 times of the rated load torque. ايه ده؟ تعال نشوف كده. بيقول لي في maximum torque. هذا maximum torque cannot be exceeded. يعني ما تروحش تحمل المكنة بتاعتك فوق maximum torque. طبعا كل الناس عارفه ده، وهذا الماكسيمم تورك اكتر يعني ما بين 2 ل 3 او 4 حتى الفول لود تورك. يعني الموتور بتاعي بيبقى ديزاين تو اوبريت هنا، والماكسيمم تورك اكبر منه بكتير، بحيث وبيبقى معروف وبيبقى مكتوب في الكتالوج بتاعه ان هو الستارتنج تورك بتاعه قد ايه والماكسيمم تورك بتاعه قد ايه، كل التفاصيل دهيا بحيث انه مهندس الكهرباء ما يتعداش حدوده، هو مهندس الميكانيكا زميله اللي هيشغله العمليه دي. انا عندي دي، بس عايز اقول حاجه، انه هو بص كده معايا يا ابني، تخيل ان انا مش فاهم، فروحت ايه حاطط الموتور لسه موجود في ارضه، فروحت محمله بحمل ميكانيكي، الحمل الميكانيكي الخط المنقط رحت مخليه عند ال 200 اللي هو حاططها دي تقريبا. اصبح ايه؟ اصبح انه الموتور مش هيقدر يقوم. ليه؟ لانه هو الحمل الكهربائي قد الحمل الميكانيكي المعاكس، وبالتالي لو انا بطريق الخطا يعني كنت محمل الموتور اكتر من طبق من طاقته، الموتور مش هيقوم. طيب تعالى نعمله حركه ثانيه، طبعا لو ما قامش الموتور انساه لانه هيولع. ليه يا شباب؟ فكر معايا، لان الموتور طالما ما قامش يبقى معناها ان هو هيبان شورت للسبلاي، هيبان شورت للسبلاي، وبالتالي هيمشي فيه كميه تيار ربنا يبعد عنك شرها، هيدخن ويثبت وخلصنا. فعشان كده لابد لمهندس الكهرباء ان هو يتقي الله سبحانه وتعالى وهو بيفكر يحمل اي موتور، انه يحط عليه حمل بحيث ان الموتور يبقى كابابل ان هو يستارت ويز ذس ايه ذس لود. طيب تعالوا نتخيل مع بعض ان انا واحد مش فاهم اكتر مني، يقوم واعمل ايه؟ يروح حاطط حمل اكبر من الستارتنج تور كده الموتور ساعتها يدور بالعكس، ما يبقاش موتور بقى، هيبقى جنريتور وهيدور بالحجم وهيتحرق برضه. ماشي هيتحرق برضه لانه ماشي غلط، ماشي بطريقه مش متظبطه، يعني الامور مش متظبطه له. وبالتالي في حاله الموتور وي هاف تو بي فيري كيرفول ريجاردنج اللودنج، العمليه بتاعه التحميل، ان انا ودي حاجه دايما اقولها لاولادي يعني وبناتي، اقول له شوف انت كمهندس لازم قبل ما تشتغل في اي حاجه تعرف ايه الكابابيلتيز بتاعتها. تخيل فيشه الكهرباء قبل ما تشتغل عليها لازم تعرف هي بتشيل قد ايه امبير، صح كده ولا لا؟ مش كده؟ يعني معنى كده ان انت كمهندس كهرباء عينيك وعقلك صحيين، اول ما يجي حد يعمل حاجه اقول له استناني دقيقه لو سمحت لحد ما اشوف الدنيا ماشيه ازاي، اقول له هتشوف ايه؟ يقول لي اشوف الموتور ده هيقدر يشيل الشغلانه دي ولا مش هيقدر يشيلها. ده اللي انا اقصده هنا في الايه الاحمال دي. ارجو ان يكون النقطه دي وضحت وبقت very clear for you all please. طيب السؤال الثالث، السؤال الثالث بيقول لك ايه؟
طبعا الموتور ده يختلف عن الموتور اللي هو سينكرونس اللي انت هتاخده في نهاية هذا الكورس. الموتور ده بنسميه سيلف ستارتينج. يعني ايه سيلف ستارتينج؟ يعني وانس ان انت تحط السبلاي وتعمل سويتش اون يدور على طول. في موتور تاني مش عايز اقول خيبان، ولكن موتور تاني له كاركترستكس تانية ما بيقدرش يقوم الا بمساعدة حد تاني، اسمه سينكرونس موتور. هذا سينكرونس موتور انت هتدرسه by the end of this course. هتلاحظ ان الدكتور عمرو وهو بيشتغل في هذا الموتور يقول لك شوف الموتور ده مش زي اللي انت خدته زمان. اللي انت خدته زمان كان موتور جميل، كل الصناعة بيحبوه، ليه؟ سويتش اون يشتغل. التاني ده محتاج sort of help support in order to start up. فاللي انا فهمته او اللي انا عايز افهمه لك، الحتة دي هي اللي خلتني اقول الكلام ده، انه الموتور ده له تورك ات ستارتنج، هو ان بتساوي زيرو. الموتور ده له تورك، اه شايفينه، ده هو اللي بيخلي الموتور يبقى سيلف ستارتد. بيقول لي the starting torque of the motor is slightly higher than its full load torque. ده لسه قايلينه، لازم الستارتنج تورك يبقى اعلى من اللود تورك بتاعي، والا الموتور will not start او will start او it will start in the other way around، وبتبقى مشكله. النقطه بقى الخطيره اللي انا هقولها ليكوا، واسمحوا لي ان انا برضو احاول افهمها لك لان انت مش هتلاقيها تاني في اي مكان، ان التورك بتاع الموتور ده داله في مربع الابلايد فولتج. طيب تعالوا نروح للمعادله كده. التورك بيتناسب مع الفولت سكوير. طيب انا رحت جبت موتور، ماشي، جبت موتور 220 فولت، وبعدين رحت واخده معايا السعوديه وانا رايح شغلته على 110. يبقى ايه اللي يحصل؟ فكر معايا، التورك الفولت كان 220، ده اللي مكتوب عليه، رحت انا شغلته على 110، يبقى نقصت الفولت النص، يبقى التورك هيقل لايه؟ حد يسمعني، الربع. انسى الموتور بقى. ليه؟ الموتور حصل له دي ريتنج غير طبيعي، صح كده ولا لا؟ فيبقى النقطه دي في ذهني انا كمهندس، مش اي حاجه تركب في اي حاجه وتشغل اي حاجه. لا 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 لا، الكلام ده مش صحيح. الفولت اصبح، وده الفولت سكوير، يا ريته الفولت بس، ده الفولت سكوير، وبالتالي دي فيها مشكله. طب هنا انا خايف عليك من ايه؟ مش هتعمل انت كده، مش هتاخد 220 تحطه في 110 او العكس يعني. ولكن انا خايف عليك من ايه؟ ان الموتور بتاعك لازم لما يجي واحد يسالك في الانترفيو تقول له لازم الموتور يكون very close to supply point. انتبه، صح اللي انا بقوله؟ الموتور بتاعي لازم يكون اقرب ما يكون لنقطه التغذيه. يقول لي ليه؟ اقول له اصل انا لو استخدمت كابلات وبعدت الموتور كتير هيحصل فولتج دروب، وبالتالي الفولت اللي يوصل للموتور هيبقى اقل من الطبيعي بتاعه، وبالتالي التورك اللي هيطلع منه بيتناسب مع الفولت سكوير هيتاثر تاثر نيجاتيف، صح كده يا شباب؟ دايما احنا نسالها في الانترفيو، اقول له شوف يا ابني الموتور، يعني احنا عندنا في شغلك، اضحك عليه يعني، سوري في التعبير، طب ما اقصدش حاجه، اقول له انا عندي شغل، عندي موتور يعني، وبعدين اضطريت ان انا احطه في مكان بعيد عن مصدر التغذيه، هل ده ياثر عليه؟ يقوم هو ناصح هيجاوب عليا كالاتي، يقول لي واحد، هو طبعا المفروض يكون very close لمصدر التغذيه. اقول له ليه؟ يروح قايل لي المعادله بتاعه تي انديوسد بتتناسب مع الفي سكوير دي. اقول له طيب انا مضطر غصب عني، يقول لي خلاص، يبقى الكروس سكشن اريا بتاع الكيبلز اللي هتوصل الموتور ده لابد ان هي تبقى سايزد، يعني تبقى مترتبه بقى، تتحسب صح، بحيث ان الفولتج دروب
due to الفار كونكشن ده هي تكون اقل ما يكون. اي هوب ان انتوا تكونوا فهمتوا الكلمتين الصغيرين دول، مش جايين في الامتحان بس، بس دي ثقافه مهمه علميه يا شباب. ماشي تمام يا دكتور، اتفضل. طيب هنا اخر حاجه الكلام بقى اللي هو بتاع ايه، بيقول لي شوف دي انتوا منتظرينها الحته دي. طيب لو افترضنا ان انا دورت الروتر باكسترنال سورس، مين ده؟ المروحه بتاعت الرياح اللي هي في الـ في الـ في الكريمات والحتت دي يعني. لو انا عندي المراوح اللي هي بتاعت الرياح وبعدين رحت مركب عليها مكنة من المكنة اللي احنا اتكلمنا عنه دي الاندكشن دي، وبعدين الروتور بتاعي is driven faster، يعني هو جري اكثر من السرعة السينكرونس، ايه اللي يحصل؟ it will run as a generator، وده كلام احنا هنقوله later on. طالما ان انت هتجري اكثر من السرعة السينكرونس، انت حدودك السرعة السينكرونس واقل. طب لو انت اجبرته على انه يتحرك اكتر من السرعه السينكرونس، هيبدا الماشين دي هتبدا تران از ا جنريتور كونفرتنج ميكانيكال باور تو الكتريكال باور. وده النقطه رقم 6 دي عايزكم تفهموها كويس، انه احد الناس اللي هما بيشتغلوا في الصناعه لما جم يفكروا يحطوا جنريتورز، عندهم جنريتورز كتيره، عندهم سينكرونس جنريتور زي اللي انت هتدرسه في الترم بعد شويه يعني مني، وعندهم جنريتورز كتيره دي سي جنريتور، كل الحاجات اللي ممكن يبقى يفضلوا صاحبنا ده تحديدا على انه هو يبقى المين جنريتور في محطات الرياح. ليه؟ مكنه ببلاش، مكنه المينتنس بتاعها تقريبا اقل ما يكون، وانت عندك بتحط المروحة على أبعاد من الأرض تقترب من 80 متر و 50 متر، ارتفاعات رهيبة المراوح اللي هي بتاعت الرياح، وبالتالي انت محتاج لو صيانة كل شوية واحد يطلع واحد ينزل واحد قصة عذاب. فعشان كده الجنريتور بتاعنا اللي بيفضل في هذه الحالة هو يكون الاندكشن جنريتور، يعني ماشين اندكشن تشتغل جنريتور عنده سرعات أعلى من السرعة السينكرونس. الرسمة اللي جاية دي الحقيقة رسمة جميلة قوي، خليني أكبرها شوية كده لأني مش عارف أكبرها. الرسمة دي بتديني التورك، المحور الرأسي ده هو ده التورك، والمحور الأفقي ده السرعة، السرعة السرعة أهي شايفين. طبعا إحنا بدأنا بسرعة زيرو وبعدين جراديولي عمالين بنزود في السرعه، جراديولي جراديولي انتل وي ريتش الان سينكرونس. دي حدودنا، الجزء اللي انا واقف عنده دلوقتي ده دي حدودنا كموتور. كموتور بياخد الكتريكال انرجي، بياخد الكتريكال باور ويحولها الى ميكانيكال باور، ويسحب بقى اللوسز اللي في الاستيتور واللوسز اللي في الروتور والفراكشن والقصص الاسهم اللي ايه العجيبه اللي محطوطه دي. ماشي الكلام؟ ريمبر ان الاس هنا بتساوي واحد، والاس هنا عماله بتقل، والاس عماله بتقل لحد ما توصل زيرو في المكان ده. طيب if you exceed السرعه، تعديت الان سينكرونس، دخلت الحته دي، التورك نفس المعادله اللي احنا اثبتناها من شويه تتقلب وتيجي في الاتجاه ده، بمعنى ان التورك يبقى نيجاتيف، ان التورك يبقى نيجاتيف instead of positive torque، هيبقى عندك negative torque، وبالتالي الماشين بتاعتك will operate as a generator instead of as a motor. وهنا يبقى الباور هتبقى ماشي العكس، الفلو بتاع الباور ماشي بالعكس، شايفين هنا عكس ان هو بالضبط دي 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 ده اللي هو الايه الاندكشن جنريتور. ريمبر احنا كنا هنا الاس عندنا زيرو في الحته دي، لو انت مشيت كده الاس تبقى بالنيجاتيف، الاس تبقى بالايه بالنيجاتيف، مش احنا بدانا بواحد وبعدين ماشين زيرو عماله بتقل تقل 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 لحد ما وصلت زيرو بقى. اف يو اكسيد الان اس، الاس نفسها هتبقى بالنيجاتيف في الحته دي. عشان كده يبقى انا خدت حاجه كده هبقى احطها في دماغي بعدين، انه الاس طول ما هي موجبه
طول ما معناها ان انا تحت السينكرونس سبيد، وطول ما معناها ان انا شغال في الايه في الموتور مود. لو الاس بقت بالنيجاتيف يبقى معناها ان انا ام اكسيدنج السرعه، السرعه از اكسيد الان سينكرونس، ويبقى الماشين بتاعتي شغاله ايه، شغاله جنريتور. طيب سؤال بقى هنا، خلاص احنا خلصنا الكومنتات الجميله، الكومنتات الجميله. انا طبعا في بعض الامتحانات، فاكر امتحان في جامعه من الجامعات مش فاكر، رحت جاي قلت لهم انا عايزك تثبت لي القانون، فاثبت القانون، قلت له كومنت على هذا القانون، على التورك اكسبري، على التورك سبيد كاركترستكس بتاع الاندكشن موتور. انا اقصد طبعا ان هو ايه كومنت، يقول بقى الكلام اللي الجميل اللي ست حاجات قلناهم احنا في اللي هو الحاجات اللي موجوده دي الكومنت اللي انت شايفه. ما هو ده المهندس الصح، ان هو شايف في حد عايز يتكلم. مين دكتور؟ عندي سؤال بس معلش، هو يعني ايه تورك بالنيجاتيف؟ يعني بلففه الناحيه الثانيه يعني عكس ما المفروض يلف؟ لا ايوه، لا يعني تورك عكس اتجاه السرعه. بص هقول لك حاجه، الموتور، بص يا ابني، الموتور التورك موجب والسرعه معاه، انت فاهمني يعني ايه؟ خليني ارجع دي كده، اي هوب ان انا اشوف. هنا اهو، شايف كده؟ انت شايف الرسمه دي؟ تمام شايفها. شايف التورك ماشي مع مين؟ مع الصورة. ده موتور ده. طيب هنا التورك عكس اتجاهه، في حين السرعة ما زالت في نفس الاتجاه. ده مين ده دلوقتي هنا يا ابني؟ ده كده جنريتور مود. يبقى whenever we have torque in the same direction of the speed، يبقى ده معناها ان انت شغال في الموتور operating zone، في الموتور زون يعني. ماشي؟ لو الموتور، لو التورك عكس زي ما هو عكس في الحتة دي بقى بالنيجاتيف، يبقى معناها عكس الاتجاه بتاعه وبقى عكس السرعة، ساعتها اوتوماتيكالي الباور تبدأ تتحرك. فين يا ابني؟ تبدأ تتحرك في الاتجاه. وانا اللي مش وصلني بس حتة الفيزيكالي، ازاي تورك بيلف في ناحية والسبيد عكسه؟ مش المفروض بلف في تورك السبيد معايا؟ لان انت متأثر بالموتور، انت عقلك دلوقتي مركز قوي في موضوع الموتور، وانا معاك طبعا، انت عقلك في الحتة دي واخد بالك ان انا معايا تورك هو اللي بيدور، ماشي الكلام؟ لكن انت ما فهمتنيش لما انا قلت لك ان انا هجيب تورك من بره، اكسترنال تورك، ماشي الكلام؟ اكسترنال تورك هو اللي يدور، هو اللي بيشغل الان دي ماشيه طبقا لمين؟ للتورك اللي جاي من ريش المروحه، ماشي الكلام؟ التورك اللي جاي من ريش المروحه ماشي مع الان دي، ماشي الكلام؟ الموتور بقى بيعمل ايه؟ ها؟ الموتور بيرد عليه بتورك عكسي. يا ابني فهمتني؟ تمام. لا انا عايز اقولها لك تاني معلش. اتفضل. انا قلت ايه يا حبيبي؟ قلت انه التورك، قلت لما جيت في الحته دي كده قلت لك ايه؟ المراوح وشغاله، واف وي كان ها؟ use an external source to force our rotor to exceed its synchronous speed. يبقى معناها ايه؟ انت ما فهمتنيش في الحته دي. ان انا عندي مروحه، والمروحه دي هي اللي هتدور الروتر. المروحه دي التورك ده مش بتاعها. المروحه دي التورك بتاعها هو اللي بيدور مع الان دي. ماشي الكلام؟ طب مال التورك ده بتاع مين؟ ده التورك ده رد فعل الانجن اللي هي الماشين دي عليه، اللي هو التورك ده. فهمتني؟ تمام كده، شكرا يا دكتور. دكتور يعني دي لوسز يعني؟ ايه اللي لوسز؟ التورك العكس؟ لا هو بيقلل السرعه كده. لا انا ما قلتش ان ده لوسز خالص، انا قلت دايما اي مكنه شغاله. بص خليني ارجع دي تاني عشان انت انا بدات احس في ايه بلخبطه. الموتور بيديني تورك والسرعه شغاله معاه، كويس؟ مين بيعاكس التورك ده؟ حد يجاوب. لود. برافو عليك، بس كده خلاص. لو انت فاهم ده يبقى فهمت التانيه. يعني في تورك تاني هنا مش مرسوم، ها؟ عكس مين؟ عكس التورك انديوزد، صح؟ ولما التورك لود يساوي التورك انديوزد السرعه بتثبت، صح؟ قانون نيوتن بيقول كده، سيجما التورك
بيساوي ايه؟ جي دي اوميجا باي دي تي، صح؟ تاني على الحته دي كده الموتور وهو بيقوم، احنا طبعا واضح انه احنا بنعتز بنفسينا زياده فبنخاف نكتب اي حاجه من بتوع ميكانيكا تضايقهم او يضايقونا. هنا في حاجه ناقصه مرسومه، ايه هي؟ التورك لود اللي هو عكس دايما التورك انديوست. يعني في كام تورك على الشافت ده؟ ها؟ 2، واحد تورك قائد واحد تورك معاكس. التورك القائد هو الانديوزد تورك بتاعك اللي المعادله بتاعته اديناها لك، تورك اللود هو العكس. طب هنا في تورك قائد وتورك معاكس. التورك القائد اللي مش مرسوم هو اللي جاي من المروحه بتاعه طاقه الرياح اللي هو الميكانيكال تورك، صح؟ امال ده ايه؟ ده الكتريكال تورك عكسه. يبقى دايما في اي انجن في اي ماشين هيبقى في عندي تورك يقود وتورك يرد عليه. لو التورك اللي بيقود ماشي في اتجاه السرعه يبقى ده موتور، ماشي؟ الانديوس الالكتروماجنتيك يعني من وجهه نظرنا احنا، لو التورك الالكتروماجنتيك ماشي في اتجاه السرعه يبقى ده موتور. لو التورك الالكتروماجنتيك بتاعنا احنا، انا بتكلم عني وعنك، لو التورك الالكتروماجنتيك ماشي عكس اتجاه السرعه يبقى المكنه دي بقت تشتغل ايه؟ جنريتور. ليتس جو جو اون. طيب سؤال هو بيساله لي وانا هجاوب عليه وانت هتقدر تجاوب عليه النهارده في البيت بسهوله جدا وهتحسبه وهتبقى زي الفل مفيش عندك مشكله. بيقول لي طيب سؤال، قلت له نعم. قال لي تقدر تعرف لي الماكسيمم تورك اللي هو كان هنا ده، القيمه بتاعت الماكسيمم تورك والسرعه اللي حصل عندها الماكسيمم تورك؟ اقول له ده احنا اتعلمناها في ثانوي، لما يبقى في عندي داله وعايز اجيب نقطه الانقلاب بتاعتها او الماكسيمم بوينت بتاعتها بعمل فيها ايه يا شباب؟ باخد الداله وافضلها بالنسبه للمتغير اللي هو في حالتنا دي اسمه اس، واساوي الكلام ده بالزيرو، اقوم اطلع الاس ات ويتش وي ويل جيت ذا ماكسيمم تورك. بعد ما اطلع الاس اللي هيحصل عندها الماكسيمم تورك اروح معوض في الاكسبريشن بتاع التورك يطلع الماكسيمم تورك. هقولها تاني، انا عندي قانون اهو بيقول لي ده التورك مع ده. اقول له طيب انا هعتبر، سيبك من الكلام الكتير اللي مكتوب الرغي دون، انا هقول ان عندي واي داله في اس، ما هي الباقي كله سواء. يقول لي طيب انا عايز الواي بقى ماكسيمم. كنت بتعمل ايه في سنه وانت زمان؟ تروح واخد الواي مفضلها بالنسبه للاس لان هي دي المتغير الوحيد، وبعدين تساوي الكلام ده بكام؟ بزيرو، وتطلع قيمه الاس اللي عندها هيحصل النقطه الماكسيمم. طب بعد ما تطلع الاس ات ويتش ذا ماكسيمم والاوكير، تقوم تروح تاخد الاس تعوض بيها تاني في الاكسبريشن بتاع التورك، تقوم تطلع التي انديوسد بس ماكسيمم. هو ده اللي عايزه. واحد فاهم اكتر مني في الدوائر فيقول لي لا انا هحسبها لك بطريقه احسن، سيبك من الجماعه دول هيقعد يفاضل وفي الاخر هتبص تلاقي حته تضرب منه. اقول له هتعمل ايه؟ يقول لي بص، هبص على شكل الدايره كده هنا. انتوا فاكرين الماكسيمم باور ترانسفير؟ انا سالت زمايلكم بتوع سنه رابعه امبارح او اول مش فاكر امتى، قالوا لي ده احنا خدناها زمان، دي حاجه كده خدناها زمان، دي طبعا قصه الله يسامحكم لو ما كنتوش فاكرينها. زمان كان الدكتور سيركتس 2 هي الباور والحكم في ار ثانيه تقريبا. هي مشكله يا ابني انه في امور في العلم لا تنسى. ليه؟ لان هي مرتبطه بينا كمهندسين. هي في سيركت 1، المفروض ان هي في سيركت 1 وتستمر معاك إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فأنا هفكركم بس أنه
كان يجي الدكتور يروح حاطط لك امبيدنس في دايره ويقول لك اوجد لي قيمه الامبيدنس اللي عندها هيحصل الماكسيمم باور. تقوم انت تعمل ايه؟ تجيب الايكوفالنت 7 يطلع زد 7 تقول له الامبيدنس بتساوي زد 7 ان كونجكت. فاكرينها دي؟ دي من زمان قوي دي. كنا في اولى تقريبا، كنا في اولى في سيركت صون. طبعا واضح انه طبعا في خطا في العمليه التعليميه يا شباب، في مشكله كبيره صراحه، يعني في ماساه. ليه؟ لان دي حاجه لا تنسى. وده انا هشتغل بيها دلوقتي، يعني انا هتكلم فيها دلوقتي. عموما ما فيش مشكله، انت انا هعديها طبعا، لكن هو deficiency في المنظومة التعليمية بالكامل، سيان اللي درس، سيان اللي أخد، سيان اللي تعلم. ما فيش جدال ان انت طالما ان انت ما قدرتش تدرك حقيقة ليه دي وليه اتحطت في المكان ده. اصل كل حاجة في التعليم بتاعنا ليها معنى، وهي محطوطة عشان تعلمك حاجة معينة عشان مستقبلك هيبقى فيها الحاجة دي، يعني هتشوفها. يعني ما علينا. طبعا في ثلاث حالات للماكسيمم باور. كنت انا وانا بشتغل دايما في الدوائر افهم الطلاب بتوعي الكلام ده. في الحاله بتاعتنا دي انا اقدر اثبت انه عشان اوصل للماكسيمم تورك لازم احصل هنا على الماكسيمم باور، لازم الحته دي يجي فيها الماكسيمم باور. لو انت رجعت بتوع الدوائر بتوع سنه اولى او ثانيه زي ما انتوا الشباب قلتوا لي، يقول لك in order to get the maximum power at this location, at this location, in this circuit, R2 over S must, must, ما هو should, must, must equal to الجذر التربيعي بتاع magnitude الimpedance دي. ده اللي أنا تعلمته واللي أنا كنت بعلمه للناس زمان. طبعا أنا هنا قلت لك على الطريقة انت هتمشي بيها دلوقتي، ما انت ما عندكش تشويس. انت طالما ان انت بعدت عن الحته اللي فاتت دي، يبقى انت هتاخد المعادله دي النهارده في البيت وتروح تفاضلها بالنسبه للاس وتساويها بالزيرو وتطلع اس، تاخد الاس اللي طلعت تعوض بيها في المعادله دي وتطلع لي المعادله اللي هي بتقول لي الماكسيمم تورك بيساوي كذا. لحظه واحده يا شباب، السلام عليكم يا باشمهندس، ازاي اخبار حضرتك؟ عامله ايه؟ والله في نعمه الحمد لله، دايما خير عندك ان شاء الله، كل سنه وحضرتك طيبه. كنت عايز اسال حضرتك سؤال في كليه، في كليه التجاره، مين الكهربائي اللي موجود او المسؤول اللي هو هيفرجنا على سطح كليه التجاره عشان نعمل عليه منظومه شمسيه؟ الحقيقه الكليه الوحيده اللي اشتغلت فيها كليه التجاره. اصل انا حاجه خالص، اصل المهم يعني ايه، عندها كانت مشاكل جامده قوي مع العميد ومع الناس هناك، فبرضه مش هتفيدنا. حتى انا يعني مش هديها تجاره، هخلي التجاره مع مهندس محمد نبيل عشان هو يعني بعرف الاناف واعي وشاطر. مش هقدر اديها للاسف، يعني هي المهندسه كانت معاها. انما الحقيقه انا مش عارفه مين كهربائي هناك او مين، ما عنديش فكره. لا اصل احنا عندنا دلوقتي مشكله الحقيقه، ان احنا نعرف اماكن لوحات بتاعه توزيع الشوارع والاضاءه والحاجات دي، زائد ان احنا سطح كليه التجاره وسطح كليه الالسن وسطح كليه الصيدله حتى سطح دار الضيافه عايزين عايزين نطلع عليهم، لان احنا في مشروع كبير خاص بالطاقه الشمسيه. الالسن اقول لحضرتك سهله. طيب في محمد كهربائي هناك، ده سهله. طيب ممكن تبعتي لي حضرتك رقمه بعد اذنك؟ اوكي حاضر، بحيث ان هو يعني اتليست النهارده ان احنا نعمل حاجه ونروح كليه الالسن. الالسن سهله. طيب خلاص على بركه ماشي. الله ماشي يا فندم، ماشي. شكرا شكرا، مع السلامه. ايه يا شباب، معلش انا اسف يا شباب.
خدنا بعدنا يا شباب دلوقتي من الحته دي. يعني انت النهارده في البيت هيبقى عندك تاسك بسيطه قوي، هتاخد التورك ده وتقول يا جماعه انا عندي داله من الدوال اللي كانوا الزملاء في الرياضه يعملوها، وانا عايز اجيب نقطه الانقلاب بتاعته او الماكسيمم بوينت بتاعته، فهنقدر نطلع الاس اللي عندها الكلام ده. واحد تاني هيبقى فاهم شويه زي ما قلت في الدوائر، يقول لي ايه؟ يقول لي بص، in order to get the maximum torque، اه شفت مكتوب ايه؟ شوف الكلام الجميل هو ده، الكلام اللي كان نفسي انت تفهمه على طول. الماكسيمم تورك ويل اوكير when the power transfer to R2 over S is maximum، يعني اقصى تورك هيحصل في المكنه دي لما يكون الباور اللي تتنقل للR2 over S is maximum، and this will happen if R2 over S، بس الاس هنا راح كاتب جنبها ST maximum. يعني ايه ST maximum؟ يعني الاس اللي عندها التورك maximum هيساوي الجذر التربيعي بتاع ال R7 squared اللي هو ماجنتيود بقية الامبيدنس يعني. ومين هيقدر يطلع دي؟ هي دي المعادلة اللي انت هتطلعها لو عملت تفاضل. هي دي المعادلة اللي انت هتطلعها لو عملت تفاضل، اللي هي مين؟ الاس اللي عندها التورك ماكسيمم بتساوي R2 over الجذر التربيعي بتاع ال R7 squared plus X7 plus X2 الكل ايه؟ الكل سكوير. طيب تعالوا بقى نفهم حاجة. طب بعد ما نجيب الاس تي ماكسيمم دهين، هاخد الاس دي وعوض بيها في اصل القانون بتاع التورك عشان اطلع التورك. طيب تعالوا نستفيد من اللي قدامنا دي. بص اهو جاب التورك ماكسيمم، the corresponding maximum torque of the induction motor is equal to، الكلام راح كاتب اصبحت المعادلة دي هي التورك ماكسيمم. المعادلة اللي احنا اثبتناها في الاول دي التورك in general صح، لكن دي التورك اقصى تورك ممكن يحصل في الموتور. ماشي، تعال نقرا بعض المعلومات كده بعد اذنكم. بيقول لي ايه؟ the slab at the maximum torque is directly proportional to the rotor resistance. بيقول لي كده، بص هنا عينيه لماحة، مهندس مش اي حد، المهندس عقله حاجة تانية وعينيه حاجة تانية وبيشوف حاجة تانية. بيقول لي ان خلي بالك ان الاس اللي بيحصل عندها الماكسيمم تورك بتتناسب مباشرة مع مين؟ مع R2. هو لامح دي وهيستفيد منها. بيقول لي كده اهو، the slab at which the maximum torque occurs is directly proportional to the rotor resistance. ماشي، the maximum torque is independent of R2. بص بقى راح لامح حتة تانية، لما جاي يبص على الماكسيمم تورك ما لقاش الار2 خالص. يعني في الجزئيه دي لمح حاجتين، انه الاس اللي هيحصل عندها الماكسيمم تورك ده اللي بتتناسب مباشره مع الار2. قال طيب ماشي، توقع ان التورك ماكسيمم يبقى ده اللي في الار2 ما لقاهاش، فقال ايه؟ ذا ماكسيمم تورك از completely independent of R2، ملوش علاقة. ال R2 تبقى بواحد هو قيمته ثابتة، باتنين هو نفس القيمة، عشرة لأنه مش بيعتمد عليها. ما هي القانون اهو، يعني الدنيا باينة قدامي اهي زي الفل، باينة ان هو مش بيتأثر بالايه، ال R2 بتتأثر بده. Rotor resistance can be increased by inserting external resistance to the rotor of a wound rotor induction motor. بص بقى، لما جينا نتكلم عن التورك، سوري عن الكونستراكشن، لقينا ان في عندنا تو ديفرنت تايبس اوف اندكشن موتور، واحد فيهم سميناه واوند روتور والتاني سميناه سليب رينج، سوري سكوير كيج. ففي بعض الناس منكم كانوا الحقيقه قلقانين من الواوند روتور ده. ليه؟ وات ار ذا بنفيتس from using this kind of construction؟ ايه المكاسب اللي انا هكسبها من الواوند روتور ده؟ فانا قلت ساعتها ايه؟ قلت ساعتها بص يا شباب، السكويرل كيج روتور is not accessible، يعني الدايره بتاعته الروتور مش في ايديك ان انت تدخل فيها او تلعب فيها. وانس ان اتقفل واتغطى واتبرشم الموتور بتاعك ده، انت مالكش علاقه بالروتور. لو عايز تلعب كمهندس في اي حاجه روح بقى ناحيه الستيتور سايد،
لكن بالنسبة للواوند روتور أو السليب رينج اندكشن موتور، الروتور بتاعي اكسسبل، I can insert resistors, I can do whatever I like as long as الأطراف بتاعته available at my hand. صح كده ولا لا؟ تاني افهم، الواوند روتور بنطلع من الروتور، الروتور بيبقى متكون من ثلاث ملفات في شكل ستار، خارج منهم ثلاث أطراف محطوطين على ثلاثة سليب رينج، والثلاثة سليب رينج محطوط عليهم براشز، والبراشز طلع لي برا متوصلة بلي جاية من خلال سلوك طلع لي برا، يبقى أنا ماسك الثلاث أطراف في إيدي، أعمل عليهم شورت يجوز، أحط معايا مقاومات يجوز، أعمل فيهم اللي أنا عايزه يجوز. ليه؟ لأن هم أكسسبل بالنسبة لي، يعني هم محطوط جاي ظهرين لي. ده مش موجود فين؟ ده مش موجود في السكوير الكيج اندكشن ماشين. هنا بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي روتور ريزيستنس كان بي انكريزد باي انسيرتنج اكسترنال روتور اكسترنال ريزيستنس ان ذا روتور سيركت اوف ا واوند روتور اندكشن مود. ما قالش سكوير الكيج لانه مش هيعرف، هو مفيش غير دي بس ماشي، لكن هو عارف انه الماكسيمم تورك مهما تحط مقاومات في دائره الروتور، الماكسيمم تورك زي ما هو مكتوب كده في المعادله اللي سوري مش فاهم ليه كده، الماكسيمم تورك ملوش علاقه بالار 2. طب يا عم انت دلوقتي لو حطيت مقاومات في دائره الروتور هتعمل ايه؟ يجي واحد فاهم شويه يقول لي طب هات لي المعادله اللي قبلها بعد اذنك، اقول له ايه؟ يقول لي لو حطيت مقاومات في دائره الروتور يبقى انت بتعدل في المكان اللي بيحصل فيه الماكسيمم، يعني هتغير في قيمه الاس اللي يحصل عندها الماكسيمم. اقول له صح كلامك، يبقى هنا الكلام بقى. عشان كده يقول لي ايه؟ يقول لي ايه؟ if you insert resistance in the rotor circuit the value of the maximum torque will not be affected but the speed at which this happen will be controlled. يعني لو انت سيادتك رحت واخد الاطراف بتاع الروتور وحطيت فيها مقاومات، الماكسيمم تورك بتاع الموتور مش هيتاثر، ولكن المكان اللي هيحصل فيه الماكسيمم تورك هو اللي هيتغير طبقا للمعادلتين اللي انا لسه قايلهم، اللي هو الاس تي ماكسيمم والتورك ماكسيمم، هما اللي طلعوا هذا الايه، هذا الكونكلوجن اهو. شوف رسامها بقى بشكل جميل قوي ازاي. قال لي بص انا هلعب معاك لعبه دلوقتي، انا يا عم هحط لك مقاومه R1، دي المقاومه بتاعه الموتور اللي هو انا لسه جايبه من جنرال موتور. طيب لو انا ضفت مقاومه عليه بقت R2، ها شوف الماكسيمم تورك، ها الماكسيمم تورك ما زال زي ما هو، ولكن اللوكيشن اللي حصل فيه الماكسيمم تورك هنا وهنا اتغير. طيب لو انا غيرت اكتر، لو انا حطيت مقاومه اكتر، يبقى هتزحلق للخلف كده، الماكسيمم تورك هيحصل عند النقطه اللي هي عند سرعه تانية خالص، بس قيمه الماكسيمم تورك ستيل ذا سيم and so on. لدرجة بعض الناس اللي فاهمة قالوا طب احنا بقى مهندسين والمهندس ما بيسيبش حاجة، قال ده انا ممكن احط مقاومة R6 بحيث انه الماكسيمم تورك يحصل عند البداية. طب وده هيفيدني؟ هيفيدني، يعني اخلي التورك اعظم قيمة له تيجي في البداية، وبعدين اخلي فيه الروتور مقاومات تتقطع بحيث ان الموتور بتاعي وهو طول ما هو بيدور شغال رايح لاتجاه الاستقرار يكون شغال على الماكسيمم تورك. طب ده هيفيدني؟ هيفيدني ازاي يعني؟ ده هيشورتن الفتره بتاعه الستارت اب، بدل ما ياخد ثانيه ونص ياخد ثانيه. طبعا انت مالكش علاقه بالثانيه والثانيه دي، احنا شعب مصر كلنا، يعني لما كنت في امريكا وكنت في كندا وكان جنبي مصنع اسمه جنرال موتور، فكانوا
بيتكلموا عن 37 ثانية ونص وأنا قاعد في وسطهم طبعا. كانت مأساة. وإحنا هنا 37 سنة ونص ما بيهمناش. هناك بيتكلم عن 37 ثانية ونص على خط الإنتاج وعايز يقللها نص ثانية أو ثانية. علم. وإحنا عندنا هنا طبعا ربنا سبحانه وتعالى يبارك في الإيه؟ في الشعب. ما علينا. إيه اللي حصل دلوقتي؟ أنا فهمت إيه دلوقتي؟ فهمت إنه الكلام اللي اتقال في الآخر ده بيقول لي كده حقيقة. يقول لي شوف لو عندك فكرة إن أنت تلعب في دائرة الروتر وحطيت مقاومات ده هيأثر في المكان اللي هيحصل فيه الماكسيمم تورك. أقول له طب وقيمة الماكسيمم تورك؟ يقول لي مش هتتأثر. أنا فهمت كده. طب وهستفيد منها إيه؟ الرسمة دي هي. إن أنا أعمل إيه؟ إن أنا أحط مقاومة في دائرة الروتر متغيرة تقوم تخلي الموتور تجبره جبرا على ان هو يمشي على الماكسيمم تورك لحد ما في الاخر خالص ها يروح نازل على المقاومه بتاعته الطبيعيه هنا ويروح يتقابل مع اللود تورك في المكان ده. وزي ما قلت لكم انه ده هياثر على مين؟ ده هياثر على الستارت اب بيريد اللي هي مطلوبه في ايه الايه في الـ في الـ في الموتور. بديني مسألة بسيطة حلها بسرعة مع بعض. يقولي 2 pole 50 hertz induction motor supplies 15 kilowatt to a load at speed of cast. بديني ال NM وبعدين بيقول لي عايز الايه السرعة الـ عايز السلاب عايز الايه عايز السلاب بتاعتي اللي هي S. فطبعا اس معروفه الان اس انا اقدر اجيبها اللي هي 120 الفريكونسي 50 مقسوم على عدد الاقطاب. ساعات بعض الناس يعملوا تريكي بوينت عند الطلبه ما يديلوش عدد الاقطاب في المساله دي. هو طبعا مش صح علميا يعني لانه اي حد يقرا المسائل احنا بنخاف ان حد من العالم يعني او من اي حد يطلع على مساله يقول لك الجماعه دول عايشين في حته تانية. لكن افترض ان انا ما قلتلكش التو بول دي تقوم انت تعمل ايه؟ تفترض هو بيقول لك السرعه 2950 شوف انت اقرب سرعه سينكرونس ليها ايه؟ هتطلع 3000. 3000 دي معناها ايه؟ ان عدد الاقطاب 2 انا جبتها. يعني شوف بقى ده الذكاء انا ما عملهاش طبعا في الامتحان لان الامتحانات بتاعتي لابد ان تبقى ساينتيفيكالي وزاوت اني دروب بوينت دروب باك بوينت يعني. طيب what is the induced torque in the induction motor in newton per meter in newton meter under this condition ده عايز الinduced e torque and what will be the operating speed of the motor if this torque is doubled الكلام ده. طيب تعال نشوف واحده واحده. اول حاجه قال لي الان سينكرونس راح اسيبها 3000 اهي. هو لو ما كانش قالها كنت راح اعرفها والاس قدرنا نجيبها. وبعدين بيقول لي بما انه انت ما قلتليش اي معلومات عن الباور فراكشن والوايندج الباور فراكشن والوايندج يبقى معنى كده ان البي كونفرتد هي نفسها البي روت. ما هو طالما الراجل ما قالش في المساله يبقى معناها البي كونفرتد هي نفسها البي لود. وفكر معايا كده لما انا لسه من شويه كنت بقول لك التورك انديوسد والتورك لود. طب البي كونفرتد هو بيقول لي شغال عند الفول لود او هو كان بيشغل 15 كيلو وات. هو 15 كيلو وات يعني معناها الاوتبوت باور 15 كيلو وات والاوتبوت باور هي نفسها الكونفرتد باور سنس ذير از نو فراكشن اند وايندج ان ذس بروبلم يبقى يقدر ان هو بسرعه يطلع مين التورك انديوسد اللي هو بيساوي ده. السؤال بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي فاكرين في احد الكاركترستكس لما قلت لك انه الرينج من النو لود لحد الفول لود بيبقى عبارة عن linear zone linear graph. فهو بيقول لي ايه؟ بيقول لي شوف الجزء اللي هو انا استأذنكم ارجع تاني للجراف بس بسرعة عشان افهمك دي بعد اذنك. ايوة الحتة دي بيقول لي الحتة دي linear. شايف الجزء ده linear يعني بان خط مستقيم وهو فعلا في الحقيقة هتلاقيه في الحتة دي نظرا لان الاس بتاعته صغيرة قوي. فهو جه هنا قال ايه؟ بيقول لي هيستفيد منها جامد دلوقتي. بيقول لي ايه؟
يقول لي شوف in the low slab region zone the torque speed characteristics is almost linear, approximately linear, and the induced torque is directly proportional to the slab. هي دي الحتة اللي انت المفروض النهاردة هتعلم عليها في الورق بتاعك بالأحمر, انه في الجزء ده تقدر تقول كده ان التورك بيتناسب مع السلاب. فلو التورك بقى دابل السلاب بقى الدابل, طب لو السلاب بقى الدابل التورك بقى دابل and so on. يعني هي المكسب الحقيقي من وراء الابروكسيميشن اللي احنا قلناه دلوقتي هو العلامة اللي انا مشاور عليها دي واللي انت هتعلم عليها النهاردة بمزاجك, بان دي نقطة مهمة. So if the induced torque is doubled, هو اللي بيقول في السؤال induced torque is doubled, يبقى الاس doubled بدل ما كانت الاس ها طلعناها كانت بتساوي كام؟ الاس كانت 1.67 هتبقى doubled, هتبقى 3 بوينت اهو, هتبقى 0.0333, وبالتالي يبقى السرعة الجديدة أنا أقدر أحسبها على طول, يطلع إن الموتور بتاع 2900. لو أنا فاهم صح إنه السرعة هتقل لأن التورك زاد لأن الحمل زاد وكلام صح, فأنا كنت زمان وأنا بحل المسائل ماشي وأنا عارف أنا بحل صح فيزيكالي أنا ماشي صح, ما يجيش واحد يطلعها لي سرعة أكثر من الأولانية التورك زاد وتروح أنت تطلع التورك كانت الماشين كانت شغالة على كام 1950 التورك زاد يطلع 2970 أروح أشاطب أنا على الورقة كلها. ليه؟ لأنه كلام فقر, واحد مش فاهم, ده واحد عمال بيخبط في الأرقام. وبالتالي دي مهمة قوي يا شباب أن أنت وأنت بتحل أرجوك حاول أن أنت تفهم إيه الدنيا ماشية إزاي. طيب ال be converted under this condition when the torque is doubled, torque is doubled يعني 2 × 48.6 اللي هو طلعناه, وانا عندي الاوميجا ام جبناها اللي هي هتيجي من الان ام اللي هي 1000 ان ام مضروبه في 2 باي على 60, يطلع ان الباور converted under this يعني الموتور اللي كان شغال ب 15 كيلو وات لما التورك زاد اصبح بيغذي باور مقدارها 29.5. خلي بالك من نقطة الباور ما زادتش الضعف, أقل شوية. يعني العملية اوعى تفتكرها linear relationship which is not true, ما هيش linear relationship. في مسألة تاني طبعا انت بقى دي حسبها لك انت يعني to take care of it today, اللي هو مسألة directly يعني directly applied طبعا فيها حاجات كتيرة قوي أرجو ان انت تنتبه, ما تستناش المعيد, أنا الحاجات دي مش محتاجة المعيد أصلا, واخد بالك أنت تقدر تجو ثرو لأن هي كلها موجودة على الـ V7 والـ ST maximum والـ NM والـ T maximum, كل اللي أنت خدته زمان اللي أنت خدته في المعادلات بتاعتك تقدر أن أنت إيه تدخل عليه. طبعا أنا أتمنى أن أنا كنت أقدر أكمل الجزء دون لأن أنا برضو صحيا مش مظبوط قوي, فأنا حسيب الجزء اللي هو بتاع البارامترز لأنه دي الحاجة اللي احنا بنعملها والورش بتعملها والمصانع بتعملها واللي انت المفروض تكون عملتها, بس ما عرفش الله أعلم إذا كانوا فهموها لك ولا يلا نقلب زي ما كل الدنيا بتقلب, اللي هو الموتور بارامترز. إزاي أنا اشتري موتور فبيجي لي معاه الكتالوج بتاعه أنا باخده على الورشة بتاعتي وبعمل عليه تيست بحيث ان انا افيريفاي الحاجات اللي جايه معاها في الكتالوج واتاكد منه. طبعا ده بيحصل بره لكن ما بيحصلش هنا, احنا بنجري هنا طبعا عقده الخواجه, جبنا موتور وفرحانين بيه. التاني لا, بيستلم الموتور ياخده على الورشه ياخد منه سامبل من المواتير اللي جايه له ويعمل عليها تيست ويشوف اذا كان دون طبقا للشروط اللي هي التعاقد ولا لا, ولو في مشكلة في الكفاءة, لو في مشكلة في الإكوفلنت سيركت, لو في مشكلة في الكاركترستكس, كل الحاجات دي يقدر ان هو يعيد مرة اخرى الاتصال بالشركة والتفاهم معها. احنا ما عندناش دي نقطة ليك انت المستقبلك ان شاء الله تعالى, ان انت لو بتستلم اي حاجة
وانت مهندس ارجو ان انت تكون فاهم انت بتستلم ايه وايه هي المعلومات اللي يجب ان انت تستلمها بحيث ان محدش يضحك عليك. لانه انا اتذكر برضو موقف حصل لي زمان ايام ما كنت لسه راجع دكتور صغير سنة 89، وبعدين حصلت مشكلة في محطة شبرا الخيمة، فروحت انا طبعا اصغر واحد في الفريق، وبعدين معايا دكاترة زملاء يعني كبار اساتذتي يعني، فبسأل انا سؤال بقول لهم انا عايز المعلومات الخاصة بالجينريتور وبالتربينات اللي موجودة في المحطة. رد علي اكبر واحد في الفريق قال لي احنا عندنا اوضه مليانه ورق، if you like you can go there and you try to detect what you like. الاوضه طبعا كلها فران وكلها مسخره وبهدله، وعيب ان احنا نقول كده. المفروض ان دلوقتي بقى في حاجه اسمها electronic archives، ارشيف الكتروني، ان انت تستلم الحاجات وايه المعلومات المطلوبه، وتبقى عارف لو كان موتور يبقى المفروض ايه هي المعلومات اللي المفروض ان انت تستلمها مع الكتالوج. ماشي الكلام؟ يعني لما اجي اقول مثلا في عندي ترانسفورمر اشتريناه من اليابان سنة 2003، الترانسفورمر ده انا هعمل عليه تيست دلوقتي او بعمل عليه اناليسز، واروح اسال اقول لهم يا جماعه الترانسفورمر ده لو سمحتوا بس ادوني ايه المعلومات، يقول لك ما عندناش، ابعت اليابان جيبه، ابعت اليابان جيبه. ده طبعا ما ينفعش. انا ليه بقول دون؟ ما هو العلم مش كله ان انا اكتب معادلات. العلم ان انت تصحى وان انت تبقى فايق وعقلك يكبر وتبقى ماشي ما حدش يضحك عليك. فرجاء ان انت تنتبهوا للحاجات دي مستقبلا، وربنا يبارك فيكم ان شاء الله تعالى يمكن نعدل حاجة في مصر. اللي قدام مني ده هكمله المرة اللي جاية ان شاء الله تعالى، ولسه هناك بقية في موضوع الكنترول، ازاي ان احنا نعمل عملية speed control على هذا الموتور ان شاء الله تعالى. اتمنى لكم كل الخير واشوفكم ان شاء الله تعالى المرة اللي جاية. دكتور لو سمحت اتفضل. ممكن بس حضرتك تعمل stop recording عشان احنا ملناش access اللي احنا نعمله. حاضر حاضر. هو انا لو ما بعملش بيقعد يسجل على طول. بالضبط بيفضل يكمل تسجيل كده. طيب انا اسف. لا لا ولا يهمك ولا يهمك دكتور. ماشي يا ابني. ستوب ريكوردينج قدامك اهو صح كده. ستوب ريكوردينج صح.